بصفتي مدرب جمعيه السويله الرياضيه لكره القدم، حنا دابا في اخر حصه الموسم 2022 2023 ونطلبوا من الله التيسير. حنا دابا المجموعه كما تشوفوها هي في فورما جيده، وتنطلبوا من الله التيسير. حنا اللي عندنا هو تكون المجموعة منسجمة ويكون عندنا الانضباط في لونطريمون، والهدف عندنا ان شاء الله الرحمن الرحيم ما نحشموش بهاد الناس ديال الجمعية ونحاولوا نلعبوا ان شاء الله الرحمن الرحيم على الصعود، ونطلب الله من الله التوفيق. السلام عليكم، معكم كمال الغندور عميد فريق السويلة جمعية السويلة الرياضية، والدراري عازمين باش يجيبوا 3 بوان باش نبداو البطولة بواحد الاندفاع، يعني باش نحافظوا على الصدارة ديالنا في المجموعة. وش نقول لك، تنشكر الدراري كاملين على المجهود ديالهم اللي كيبذلوا. هادي بوشتي، نائب الكاتب العام الجمعية الرياضية السويلة لكرة القدم. اليوم كتشوفوا الحضور، شرفتونا بالحضور ديالكم اليوم حصة تدريبية، كتشوفوا استعدادات عن قدم وساق ان شاء الله، ونضفروا بثلاث نقاط اللي غادي تساعدنا في المسار ديالنا باش نمشيو في هذه البطولة بأريحية. وكنشكركم على الحضور تاعكم مرة أخرى. السلام عليكم، معكم وفاء توزاني لاعبة فريق السويلة الرياضية النسوية كشجع الفريق الرجالي، فكنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. عبد الكريم سعيدو مدرب فريق الكبار لجمعية السويلة. كما تشوفوا حنا دابا على قدم وساق، وكي تشوفون الدراري خدامين على قدم وساق، إن شاء الله غادي نحاولوا نديروا مقابلتكم في المستوى، وبالتوفيق للفريقين وشكرا.